نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلم، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. زي ما شفتوا ده التنويه أو البرومو الخاص بنجوم التاسعة. غداً آخر موعد للتقديم في نجوم التاسعة. حلمك زي ما بنقول طبعاً ممكن يبقى حقيقة، في أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء، الشعر، القصة القصيرة. يعني أنت موهوب، صوتك حلو، بتكتب شعر، عندك ملكة الكتابة للقصص أو للرواية أو أياً كان، كل ده تقدر عندك وقت من هنا لحد بكرة على صفحة التاسعة على فيسبوك، على السوشيال ميديا الخاصة بينا، على القناة الأولى زي ما أنتم شايفين دلوقتي أهو على أسفل الشاشة موجود، تقدروا تبعتوا لنا على طول. حلمك ممكن يبقى حقيقة، ده أكيد. المهم أن أنت تحلم، ومن أي مكان، من أي محافظة في مصر، إحنا هنحاول نكون طول الوقت معاك ونحقق حلمك، وكمان إحنا نستمتع بالموهبة. المواهب اللي موجودة في مصر دي مواهب رائعة، وعلشان كده المواهب موجودة في كل المحافظات، وإحنا بنفتح الباب لكل محافظات مصر نسمع منهم. وده طبعا هيكون حاجة حلوة جدا إن إحنا نتعرف عليكم. لسه عندكم فرصة، بكرة غدا آخر يوم للمواهب وتلقي المواهب، تقدروا ترسلوا على صفحتنا الخاصة بالبرنامج على فيسبوك القناة الأولى، وتقدروا تحطوا الفيديو بتاعكم، وكل التفاصيل كمان موجودة، العنوان موجود أهو تاني على الشاشة، غنى، شعر أو قصة قصيرة. ده مكانكم، وإحنا في انتظاركم لتحقيق أحلامكم. طيب.